بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكم شباب مسوي معكم أحمد أو شونغ إكس بونغ. مقطع جديد. مقطع اليوم في كمية كده لقطات وكمية دسامة في الكلج كده كلج دسم. عندنا 26 كلج وعندنا 25 كلج وكلها بتشوفونها بإذن الله وسكواد عشوائي كانت. طيب قبل الله أخليكم مع المقطع واللقطات أبغى أشرح كذا فكرة وأبغى أوضح للناس أشياء أشوفها بالكومنتات وأسئلة متكررة. مثلا أبو بونغ، الشاشة عندك ممطوطة شلون؟ كيف أخلي شاشتي ممطوطة؟ وليش الشاشة كذا جاية عندك؟ وليش ميب زي اللي عندنا؟ أبغى أشرح كذا فكرة وبوضحها بإذن الله لكم. أول شيء أنا ماني كاتب أي شيء، كل اللي على اللي بقربي على لساني بحاول بإذن الله قدر المستطاع إني ما أغلط وأوضح لكم كل شيء في رأسي. نبدأ أول شيء، وش الأفضل إنك تلعب كونسول على بي سي ولا كونسول بسوني؟ أول شيء فكرة كونسول، أنا الأكس تبيها كنترولر، يعني اليد نفسها كنترولر على السوني أو على البي سي، تمام؟ أنا أبداً ما أستخدم إلا كنترولر، يعني إذا شفتني ألعب بي سي مو معناته أنا ماوس كيبورد، لازم تفهم وتعرف إن في فرق. طيب الآن ليش ألعب باليد على البي سي؟ أول شيء إذا لعبت بيد على البي سي في أشياء كثيرة جداً مختلفة على أنك إذا لعبت بالسوني. إذا لعبت سوني أول شيء عندك في السوني العادي وعندك السوني البرو. السوني العادي والبرو تقريباً نفس الشيء، اللهم في فرق بينهم بشيء اسمه الفريمات. الفريمات هذه هي أن اللاعب حقك إذا صار في ضغط وبنايات وناس كثيرة جنبك يبدأ يلقلق الشاشة، تلقلق يجيك دروب فريم، فأنت تحس أنك ثقيل. هذه في البي سي ما تصير، إذا كان عندك كرت شاشة كويس ما تصير. كيف يعني ما تصير؟ يعني مثلاً أنا إذا جيت ألعب على البي سي يكون عندي فريمات 144 فريم، يعني الإيم عندي راح يكون أفضل. جيت أبني وفي ضغط علي راح أحس إني سلس في البناية وأقدر أتحكم وأعرف وين أحط البناية نفسها، ما في ثقل في لعبي. هذا وين يصير لي في البي سي إذا كان جهازك كويس. في الكونسول أعاني من هذا الشيء بسبب إن الكونسول ما يدعم، عفواً مو الكونسول، في السوني، بسبب إن السوني ما يدعم، فعشان كذا يكون فيه فرق من ناحية أفضلية بين السوني وبين البي سي. طيب الآن البي سي، إذا أنت تلعب بي سي عندك أشياء تميزك عن الكونسول، هي أحياناً تكون مي فارقة مرة لكن برضو تعتبر ميزة لك. مثلاً أنك أنت عندك شيء اللي هو تتمناه في الكونسول، الإدت عندك يكون استجابته أكثر وأسرع، تحس بسرعة بالإدت. بتلاحظونها في مقطع اللي بتشوفونه الآن، بتشوفوني متمكن من الإدت. أنا بحط لكم جيمين أوكي، أو لقطات في الكونسول في السوني ولقطات وأنا ألعب كونسول بي سي، بتشوفون في فرق. ابيك وانت تطالع تشوف وش الافضل، وش تحس انه انسب، اكتبوا لي اراكم بالكومنتات، ابغى اشوفها وابي اقرا، ابي اشوف الفكره وصلت ولا لا. بتلاحظون سرعه غير طبيعيه في الاديت هناك، وهناك في ثقل شوي، احيانا الطلقات تضيع في السوني. البي سي نسبه الطلقات الضائعه اقل بسبب اني متمكن من الايم. الشاشه عندي زي ما ذكرت 144 فريم، مو زي السوني، السوني تتراوح من 30 الى 60 فريم، بتحس بثقل شوي وتحس انك ما انت متمكن في ايمك. طيب طبعا زي ما ذكرت سابقا ان البنايه عندك تحسها اسرع، ومو تحسها الا هي اسرع، البنايه الاديت الايم بالبي سي اذا انت تلعب بشاشه 144 فريم جدا اسطوري، وبتشوفون الفرق في المقطع هذا. اذا شفت الشاشه عاديه اعرف ان هذا سوني، اذا الشاشه ممطوطه زي ما تشوفها الان تحسها شويه كذا واسعه، هذا اعرف اني انا مسوي ستريتش والعب على البي سي. حلو، اللقطات اللي في بداية المقطع هذه أغلبها بتكون في البي سي، بعدين راح أنتقل إلى جيم الـ 26 كيلز وجيم الـ 25 كيلز وكلها على السوني، تمام؟ الآن أتوقع أنك خذيت فكرة شوي يعني بديت تجمع كذا معلومة. طيب ننتقل إلى السلبيات، أنا ذكرت الميزات اللي موجودة في البي سي إذا بتلعب على كنترولر، لكن وش السلبيات؟ أنا بالنسبة لي إنسان أحب الطقطقة وأحب الضحك وأحب أغلب وقتي يكون ضحك. التعريق يعني شوية مو مرة لكن أغلب الوقت يكون ضحك، فأنا هذا الشيء أعاني منه في البي سي. ليش؟ لأن أغلبهم معرقين، أغلبهم يجونك ماوس كيبورد وصعب صراحة تفهم معهم، لازم تبرمج مخك على طريقة لعبهم، على طريقتهم في البناية، في الإيم، في الطبة، في الزبنة، في جميع الأشياء هذه، في البداية بتتصفق لما تحاول تتأقلم مع الموضوع. شيء ثاني برضو، انا اذا تعرفون انتم ان اللي يتابعوني في تويتش يعرفون ان عندي فقرات وفعاليات اني اخش مع المتابعين في البارتيات والمجتمعات والعب معهم، هناك صعب اني اسويها لان الاغلبيه تكون دائما اجانب، صعب اني اجتمع، ما في الا الديسكورد اللي هو الموقع الوحيد اللي اقدر او البرنامج الوحيد اللي اقدر اتكلم مع الشباب فيه. بعكس السوني تقدر تقولون ان اسهل التواصل وامتع بيني وبينكم، لكن في النهايه اذا انت تبغى تستمتع في اللعبه فانا انصحك بشده بانك تجرب هاي التجربه انك تلعب كنترول على البي سي. كثير ناس حولوا بسبب هذا الموضوع. طيب السلبيه الثانيه ان السعر يختلف طبعا، اذا انت تبغى تجيب لك بي سي وتحاول تجرب فاكيد انك راح
تخسر خسارة، لكن بناية تستمتع لأن السعر غالي طبعا، يمكن تراوح الأجهزة من 3,000 إلى 4,000 ريال، شيء يعني أغلى أضعاف السوني. أو أنك إذا بغيت تجرب الموضوع في أحيان أو أماكن زي المقاهي أنها تكون فيها شاشة جاهزة وبي سي جاهز، بحيث أنك تروح تلعب في الساعة في الساعتين وبتقدر تجرب الموضوع هذا. هذه كانت تقدر تقول أنها الميزات والسلبيات اللي موجودة في البي سي. الكونسول في النهاية تقدر تلعب على البي سي وتقدر تلعب على السوني. يمكن كررت الكلام كثير بس قاعد أحاول أني أوضح لك الفكرة أنه مو بأي واحد راح يحول بي سي معناته أنه يلعب ماوس كيبورد أبدا، لا. أنت أصلا متلاحظ قدامك أن اليد طالع دائرة إكس مثلث أرون أرتو، هذه أشياء موجودة قدامك، معناته أنه أكيد أنه يلعب كنترولر. أتوقع أني بربرت واجد، ودي أترككم مع المقطع، إن شاء الله يعجبكم مقطع فيه كمية جلد وفيه كمية تصفيق. تصفقت وصفقت يعني، في النهاية أتمنى أنك تستمتع. بتقولون ليش اللقطات المقسقصة حاولت أقسقصها عشان المقطع ما يطول مرة، أبغاه يكون مبسط وتفهمون الفكرة وتوضح لكم سالفة الميزات هنا وهنا. أتوقع أني حاولت قدر المستطاع أغطي جميع الأشياء المتعلقة في البي سي وبالسوني. بإذن الله أني ما نسيت شيء مهم، هذه أشياء المهمة تقدر تقول، والفروق اللي بين هنا وبين هنا. أتمنى إذا كان عندك رأي أو سؤال أو في شيء ودك تسأله لا يردك على الكومنت تحت. بإذن الله أني حاول أجمع أكبر قدر من الأسئلة، إذا شفت أنها تستاهل وما جاوبت عليها في المقطع رح أجاوبكم بإذن الله. إذا عجبك المقطع أتمنى تعطينا لايك، راح أترككم الآن مع المقطع. إذا أنجد على القناة ترى كل يوم ننزل مقطع وكل يوم نبث، فعل الجرس واشترك بتنور القناة يا عزيزي. بإذن الله نوصل للنص مليون مشترك قبل رمضان بإذن الله. هذا اللي كان عندي، الله يوفقكم جميعا في اختباراتكم. شكرا لكم يا أخوان، شكرا لاستخدامكم كود الآيتم، الله يعطيكم العافية، أرقام كل ما لا ترتفع، هذا شيء يحمسني أكثر وأكثر. اللي ما يعرف كود الآيتم يعني SXB، 3 حروف في النهاية. شكرا لكم مرة أخرى، أترككم مع المقطع. صلوا على نبينا محمد، فأمان الكريم. انا من نايت ليرف يا اخي، ليه ما شربته؟ ما يمشي داقن؟ اي ما ما وين اشتاق ان شاء الله؟ ليش ربك ليرف؟ خلاص يمك احسن من يمي، خلاص. لا لا بياخذ الجدار عليه، خذاه وخلص. يا عيال خلاص، اين مزح معهم؟ طب ما ينمزح. ما حبيت. خلص البنت قبل ما تموت يا احمد، كلها تبندجها، اتحداك. احمد والله انك طفشتهم. والله كله يبغى البومب هذا، شوف الحين كيف يرجع له، شوف الريمونتادا، شوف يا عمري. ايي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 ي
يا عمري بلاك لا 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 لا
يا عمري دوخه دوخه ما شاء الله صراحة. حلوة. لا 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 يا عمري يا الجليم الجليم هذا كوش. ايوه ايوه هذا صديق اللي نوكته وهذاك اللي عند ماي جيم. ايوه زمشين نفسه هو ما غيره صوته مألوف. طيب تكتيكال هذا تكتيكال حقي مألوف برضو. يلا احمد you can do it I trust in your abilities. ايوه يا البنيان هذا البنيان ما تحصل عندك مكان. جهز البلون جهز البلون عشان ريحته كثير. عبيت الفلك ارحب يا ابو سلامه والله انك تشمر لب قلبك يا عمري. يا احمد ما ادري الحين استمتع باحمد ولا استمتع بسوليف ابو سلامه. قولوا لي وش اسوي. ايوه زي ما اسوي فيك تكفى. ايي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 ي
تقلب الكيتش في الارض يعني تعطيه. ايوه تعال تعال نادي لك تعال كل يوم. يا والله العظيم ما شاء الله قاحي قاحي يا ناصر ادري صح قاحي قاحي ايه مقاح هذه حقت مين هذه لا 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 ما حبيتها يا اخي طول هذا مره اي عطى الوقت خش بيفك ايدت على الهرم وي ضاع داخل جاي ايرور 404 في مخه ايرور 6000 ايرور 6000 قسم بالله واحد نوك اوه اتعلم امك الايمة هنا سيف انا بموت ما رأي اشي عدتك بعيد سكوات ثاني فوق الجبل دقيقة 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 اللي عندي هذا تفلة راح تبغى ايه انت اخوياك تعالوا عمري يا شيخ تعالوا امهم اللي عندي تفلة ها لا منشوف منشوف تفلة تفلة ونوب مرة نوب مرة نوب مرة يا رجل يا رجل يا واحد تجي 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 طيب طيب وش يلعن أم الغبنة يا أحمد رصاص السؤال تفصل سنتم طيب بليز ناصر مشغول أنا سبحان الله هذا كم شيلد هذا يا الله أحمد تحت نطلق وراك يهنش ناصر ما معي طلقات ما معي شيء اكيد بموت هذا راح يهين
عبود عبود تعال قبلي افزع الشنك ما عليك ما عليك مني طلع ثلاثة عندي وشغل على الموضوع الرابع في واحد يمينك جاي من عند الرفت لا كذاب وراي هنا يمين ون مرة كان لا جاي من جهة الرفت التريلا ما ادري ايش قاعد تسوي تكفى طلقت شتقن ولا شوت عبود والله ما اقدر ولا شتقن والله مين في واحد هنا يا عمري لا والله نزرفها يلعن ام الغبنة اعطاني 150 هناك سواح فن سنايبر يا الله ما شفته يا احمد احمد جاني بيفنشني ها ديك بتروح الناصر طيب يا عمري يا احمد عندي عند ناصر عند ناصر سريع اصبر احاول اذبح هذا انت اذبحه وش شو دقيقة احمد حاول تسجل دق 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 معك اربعة وين وين السوح وين السوح وين السوح ما يموت يا عمري والله انه بالغلط يا عمري في واحد في واحد يعطيهم لاشر من فوق الله يجزاه خير يا دي انت من لاشر بس واحد يعني من الغبنة ما يحط ارضية يا الله ايش ده يا عمري يا احمد ده كم دمج تناصر قليل قليل اي مالا يا احمد احمد وين وين اللي عندي ادري ادري ايم عليه ايم عليه ايم عليه انا بخليه فوق لين بعدين الله اعطوني كلز ولا لا يا الله ما اقدر ابني شيء عبود جو واحد ثاني يلا يا عمري يا والله باقي اثنين 28 هذا تو مدمج والله لو تنزلني لا انزل معك لو تطلعني لا اطلع معك لو تأيمني لا أيم معك يلا ودنا يا عمري يا احمد عبد الله وين رايت بومبر سواح لا ما يحب يا عمري يا جي جي والله والله مو جي جي قهرت كم 26 3 0 5 لو ناصر